وهذا الحفل أيضا يختلف أكثر لأنه يحمل اسم الأستاذة الدكتورة لطفية النادي، أستاذ الفيزياء بجامعة القاهرة، والأستاذة القديرة والعالمة التي تمثل امتدادا لجيل من العلماء المصريين الذين أثروا هذا الوطن بعلمهم وثقافتهم وإبداعهم وعطائهم. هو يختلف لأنه يحمل اسم أستاذة رائدة وعالمة فاضلة تفوقت في كلية العلوم في زمن كان يعز فيه تفوق الفتاة. اليوم نحن في لحظة تاريخية مختلفة تماماً، حيث أننا كأساتذة في جامعة القاهرة عندما ننظر في قاعات الدرس التي ندرس فيها في كافة كليات جامعة القاهرة نجد أن الأكثرية هم فتيات جادات يبشرنا بمستقبل زاهر لهذا الوطن، لهن على الجامعة وعلى الوطن حقوق في الحقيقة يجب أن تتسع بقدر الرقعة التي يحتلنها في قاعات الدرس. إذا نظرنا إلى دفعة 2013 سوف نجد في العشر الأوائل 7 فتيات زاهرات في الحقيقة مبدعات، وفي دفعة 2014 5 فتيات إلى جانب 5 فتيان أو 5 خريجين. هذا يؤكد التحول الذي حدث في مصر المحروسة، والذي يجب أن يكون أو يصاحبه تحول في الاهتمام بالمرأة. في هذه الكلمة لابد في الحقيقة أن أوجه تحية واجبة إلى زوج الأستاذة الدكتورة لطفية النادي الذي وقف بجوارها. فوقوف الأب والأم بجوار ابنته أو بجوار ابنه قد يكون أمراً معتاداً وتشجيعه لها وله، إنما وقوف الزوج إلى جانب زوجته حتى تصبح أستاذة قديرة وعالمة عظيمة تؤثر في العلم وتضيف إليه، هذا ما نحتاجه. نحتاج ثقافة حاضنة لتفوق الفتاة وتفوق المرأة في المجتمع المصري. هذه مسألة بالغة الأهمية ويجب أن نعمل لها ويجب أن نشجعها، ويجب والدين الحنيف والدين الإسلامي في الحقيقة يدفع إليها. فالدين الإسلامي لا يلزم المرأة بعمل المنزل، فتطوعها بهذا العمل في الحقيقة هو فضل تسديه إلى زوجها. ولذلك لابد أن يكون هناك ثقافة مجتمعية تدفع المرأة إلى التقدم، وتدفع المرأة إلى التفوق، وتدفع المرأة وتدفع المجتمع إلى الانتفاع بتفوق هذه بتفوق المرأة وكذلك تفوق الرجل. ولكن نحن لا نميز بين هذا وذاك، وإنما ندفع لإقامة تكافؤ الفرص أو احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الفتى والفتاة، بين الطالب والطالبة، بين الشاب والشابة، بين الرجل والمرأة لمصلحة هذا المجتمع. في الحقيقة إنه علاقتي بكلية العلوم علاقة وطيدة منذ أن كنت معيداً في الجامعة، فقد سكنت في المدينة، كنت وافداً إلى جامعة القاهرة
من الريف، فسكنت في المدينة الجامعية وأنا معيد ومدرس مساعد، وسكنت مع 2 معيدين ومدرسين مساعدين مع من كلية العلوم، فكنا دائما نتشاكس، هم يقولون أن العلم في كلية العلوم، وأنا أقول لهم بل العلم في كلية الحقوق. عندما ذهبت إلى كلية العلوم ووجدت العلماء والأساتذة في محراب علمهم، قلت أن العلم في كلية العلوم. ولذلك في الحقيقة نحن بيقين ثابت وبفكر واعي ندعم هذه الكلية إيماناً منا أنه لن تتقدم الدولة المصرية ولن تتقدم أي دولة إلا بالبحث العلمي والأخذ بتلابيب العلوم والعلم الحديث. ونقطة الانطلاق ومرتكز التقدم في البحث العلمي هو في حقيقة الأمر كلية العلوم. ولذلك منذ أول يوم ونحن نريد أن نهتم اهتماماً خاصاً بكلية العلوم، وأحسب أن هذا الاهتمام لابد أن يستند على مرتكزات 3. المرتكز الأول تحسين وتطوير العملية التعليمية، سواء من حيث مفردات الدراسة، فقد آن الأوان أن تتخلص كلية العلوم من التدريس عن طريق المذكرات والشيتات، وأن تعود مرة أخرى إلى التدريس عن طريق أمهات الكتب وأمهات المراجع العالمية والحديثة، والجامعة سوف تدفع في ذلك وسوف تشتري هذه المراجع وتوفرها للأقسام العلمية بكلية العلوم، لا سيما الأقسام التي تهتم بالمراجع البحثية زي قسم الرياضة والأقسام الأخرى اللي المفروض بتهتم بالدراسة بأمهات الكتب العالمية. يجب أن تكون هذه الكتب وهذه المراجع متوفرة بالنسبة للطلاب في كلية العلوم. ويمكن النهاردة خطينا خطوة وضعفنا الميزانية لشراء الكتب في كلية العلوم، ولما تخلص هنضعفها مرة أخرى أضعاف مضاعفة. الأمر الآخر إصلاح وتحديث معامل الطلاب. ليس الأمر فقط الاهتمام بمعامل الأساتذة، ولكن لابد من تحديث معامل الطلاب، بالإضافة إلى الضلع الثالث وهو تحديث معامل الأساتذة، ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة مؤسسية وبطريقة ينتفع بها كل المنظومة الموجودة في كلية العلوم. أنا النهاردة أيضاً يعني الجامعة على استعداد لكي تساهم في أن الأوائل من السنة الثانية والسنة الثالثة في الأقسام العلمية أو بعض الأقسام العلمية، أن الجامعة تسفرهم لمدة شهر في الخارج، يقعدوا يشوفوا الكليات، وليكن هذا الشهر في بداية قبل بداية الدراسة، ولذلك بشرط أن يكون هذا السفر لازماً لهذه، يشوف برا، يشوف الناس بتشتغل إزاي، يشوف الناس بتعمل إيه، على أساس في الحقيقة أن هو يتطور. تطوير كلية العلوم في الحقيقة أمر مهم جداً، نعمل يعني نعمل نعمل له. النهاردة في الحقيقة عرض علي مذكرة بتقول إن في طالبة عملت نشر دولي في جامعة القاهرة. أنا في الحقيقة أول ما شفت العنوان كده، وعايزين طبعاً قواعد المكافأة في النشر الدولي والتي قد تصل إلى 50,000 جنيه مكافأة بحث واحد، عندما قررت في جامعة القاهرة لم تكن تتصور إن في طلاب ممكن يعملوا نشر دولي. ولذلك
قواعد لا تسمح بمكافأة الطلاب بذات المكافأة اللي بياخدها الأستاذ أو عضو هيئة التدريس. أنا في الحقيقة أول ما شفت العنوان أنا يعني مش عارف ليه اعتقدت إن الطالبة ممكن تكون في كلية العلوم، إنما طلعت في كلية الطب. إنما هذا لا يمنع إن يكون فيه طلبة وطالبات في كلية العلوم. المهم كان مطلوب لها مكافأة 1000 جنيه، فرفعنا المكافأة ل5000 جنيه، وفي نفس اليوم قلت لهم أنا عايز أشوف الطالبة، وبعد كده خدنا قرار بتسوية الطلاب والعاملين في جوائز النشر الدولي في جامعة القاهرة. يعني لو طالب النهاردة نشر نشر دولي ويستحق مكافأة 50000 جنيه هنديله 50000 جنيه، فيش أي مشكلة. لو موظف نشر نشر دولي وهياخد مكافأة 50000 جنيه، لأن المناط أن يتم النشر الدولي باسم جامعة القاهرة، مين اللي نشر دي مسألة لا علاقة، وخدنا القرار وقتها. مهم في الحقيقة أن لما قابلت الطالبة دعاء فوجئت أن في 6 طلبة في كلية الطب بينشروا نشر دولي، وإنه هؤلاء الطلاب في الحقيقة النهاردة جم عرضوا أمام مجلس الجامعة، وإحنا النهاردة هنعمل دورات في مركز تنمية القدرات للطلاب على كيفية النشر الدولي، إزاي ينشر دولي، إزاي يتعامل في هذا المجال. هتكون الدورات مجاناً لهؤلاء الطلاب، لما يجي ينشر تكلفة البحث ده الجامعة هي تتحمله بالكامل، تكلفة نشره في المجلة هنتحمله بالكامل، وبعد كده نديله كمان المكافأة. احنا عايزين ننفتح على مكونات هذه الجامعة وعلى الطلاب في هذه الجامعة، والمهم أهم والمهم وفي قلب هؤلاء الطلاب هم كلية العلوم، لأن كلية العلوم هي أساس البحث العلمي. أنا بحييها لأن هي أكبر كلية بتعمل نشر دولي في جامعة القاهرة، وده في الحقيقة وسام على صدر كلية العلوم وعلى صدر جامعة القاهرة. ولذلك النهاردة مجلس الجامعة أخذ قرار بإنشاء مركز وحدة ذات طابع خاص، مركز لدعم تفوق الطلاب وتنمية مواهبهم، بحيث إن هم يبقوا مرتبطين بالجامعة يعني في كل وقت وفي كل حين. النهاردة يمكن المناسبة مناسبة عيد الخريجين والاحتفال بالتخرج، يمكن خرجت عنها شوية واتكلمت ده، لأنه في الحقيقة إحنا يعني أنا يعني محتاج إن أنا أدي دعم معنوي ودعم نفسي لطلبة كلية العلوم، لأنهم دايما بيشتكوا حتى في الحقيقة في الجروبات بتاعتهم في المواقع التواصل الاجتماعي دايما يعني حتى ظالمين البنات عندهم، وعمالين بيقولوا على البنات ان هم مش حلوين، ولكن في الحقيقه بنات كليه العلوم حلوين وزي القمر اهو. فالمفروض ان انتوا ما اعرفش ليه انتوا المهم، لان بتابع في الحقيقه يعني هذه يعني بتابع مواقع الطلبه وبتواصل معاهم. صحيح التواصل باسم مستعار، إنما علشان أعرف هم بيفكروا إزاي، هم بيقولوا إيه، هم كذا، يعني قد نختلف وقد نتفق، ولكن يبقى في الحقيقة إن هذه الجامعة هي ملك الجميع، هي ملك الطلبة، هي ملك الموظفين، هي ملك العمال، هي ملك أعضاء التدريس، هي ملك مصر، هي جامعة المصريين وجامعة الشعب المصري كله، كلنا لازم نضيف إليها جديد. في آخر كلمتي بوجه 3 كلمات، بوجه كلمة إلى الخريجين الذين تخرجوا، مهنئاً لهم فرحتهم، وأتمنى لهم التوفيق، وأتمنى ألا تنقطع صلتهم بجامعة القاهرة وبالدراسات العليا. أنا عايز أقول بس للخريجين في الحقيقة إنه جامعة القاهرة بتدعم اللي بيجي يسجل، حتى لو مش ابن جامعة القاهرة، مش بيشتغل في جامعة القاهرة، مش معيد أو مدرس مساعد، لما بيجي يسجل يعني بيدفع أظن في السنة الدراسية 1000 جنيه أظن ولا حاجة، ها؟ كم؟
2000 جنيه ماجستير ودكتوراه؟ طيب لو بيقعد سنتين بيدفع رسوم 4000 جنيه. احنا بنحكم الرسالة برة بما يوازي 8000 جنيه. يعني بنحكم الرسالة برة بما يوازي 8000 جنيه. ولذلك النهاردة الجامعة بتديلك إمكانية للدراسات العليا وإن أنت تاخد ماجستير ودكتوراه أيضا بصورة في الحقيقة يعني مدعومة يمكن بنسبة 50%. ولذلك النهاردة لابد من أنت تعلي من إمكانياتك العلمية، تكون دايما على اتصال بالجامعة، وربنا يوفقك في حياتك العملية. ولازم تعرف إن علشان تنجح في حياتك العملية المسألة فيها صعوبات كثيرة جدا، يجب أن يكون لديك القدرة على أن تواجه هذه الصعوبات وأن تفرض يعني واقعا يحترم تفوقك ويحترم يعني. ولا تنسى أنك خريج كلية العلوم جامعة القاهرة، تلك الجامعة التي أنجبت علماء أثروا في حياة الإنسانية في كافة المجالات قد لا يتسع الأمر إلى ذكره. تحية إلى الآباء والأمهات الذين اقتطعوا من قوت يومهم لكي يعني يقدموا أو يساهموا في تعليم أبنائهم. ونوصي الأبناء دائما بالآباء والأمهات وببرهم، فوالله لن تبلغ أي تقدم إلا بطاعة الوالدين. أيضا بنقدم التهنئة للأساتذة في كافة الأقسام العلمية في كلية العلوم الذين بجهدهم كانت هذه الثمرات والزهور التي والزهرات التي نقدمها إلى مصرنا العزيزة. أوصيكم بأن تتقوا الله في أعمالكم، وأن يعني تهتموا بإفادة المجتمع من علمكم ومما تعلمتوه. وأشكركم ونعلن تخرجكم وندعو الله سبحانه وتعالى لكم بالتوفيق والسلام.